السلام عليكم، انا الدكتور محمد الشرنوبي، استاذ الانف والاذن والحنجره، كليه الطب جامعه عين شمس. احنا النهارده في مؤتمر راينو ايجيبت 25، ده اليوبيل الفضي بتاع المؤتمر. السنه دي يمتاز المؤتمر ان فيه جلسات تشريحيه كتيره جدا، واول مره يبقى فيه تشريح للتجميل الانف وامراض الشخير والنوم. المؤتمر بيتميز بعدد كبير من الخبراء الاجانب مع الخبراء المصريين والعرب، وهو اكبر مؤتمر للانف للانف في مصر والعالم العربي، واكثر مؤتمر يحضره اطباء في مصر كلها كانف واذن وحنجره. شكرا.